السباق الرئاسي في ولاية ميشيغان مشتعل خصوصا لدى الناخب العربي. بعدما أعلن الرئيس باراك أوباما خوضه الحملات الانتخابية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن لسباق رئاسي، انضمت إلى الحافلة المرشحة إلى منصب السيدة الأولى جيل بايدن. وبعد تقدم بايدن في عدة ولايات مصرية، بدأت الحملة الانتخابية لبايدن بتكثيف نشاطاتها في ميشيغان، وتحديدا حيث تواجد الناخب العربي، حيث تمكن بإيصال هذا العام مرة جديدة دبي دانجل إلى الكونغرس، والتي لديها أمل كبير بأن ينتزع بايدن الولاية من ترامب. سوف أعمل جاهدة حتى الدقيقة الأخيرة من إغلاق صناديق الاقتراع، لأنني أعتبر أن جو بايدن هو الأفضل لهذه المرحلة، بعد أن استعمل الرئيس ترامب أسلوبا استفزازيا ليس لمصلحة البلاد. حتى الأسماء اللامعة العرب في الكونغرس قررت تكريس وقتها لدعم مرشحها بايدن. لا يمكننا العمل مع الرئيس ترامب، ومن الطبيعي أن الشعب سينتخب ضده لتغيير الشخص الموجود في البيت الأبيض لتحسين أمور كثيرة من بينها تغير المناخي. أنا بقول لا، إن شاء الله هتتغير، وإن شاء الله حزب الديمقراطية لا يطلعوا ناجحين، وبايدن بيطلع رئيس البلد. السياسة الخارجية تبعت أمريكا طبعا بتختلف تبعت بايدن من ترامب. نتأمل إنه طبعا بايدن راح يكون أفضل من دونالد ترامب. بس في شغلة مهمة بالنسبة لنا نحن كعرب أمريكيين اللي عايشين بأمريكا، نحن جزء من هذا النسيج الوطني الأمريكي، وفي أمور كثير بتهمنا نحن كأمريكيين من أصل عربي هون بأمريكا. صحيح أن استطاعة الرأي في الولاية أعطت الأفضلية لبايدن حتى الآن بفارق كبير، ولكن هذا لا يحول من دون استذكار سيناريو هيلاري 2016 عندما خسرت أمام ترامب بفارق بسيط، وللجمهوريين رأيهم في هذه المسألة. الرئيس ترامب هو الوحيد القادر على الحفاظ على الاقتصاد في الظروف الصعبة التي نعيشها بسبب جائحة كورونا، وهو قادر على جعل العالم مكانا أكثر أمانا وسلاما. هيدي العشوائية يلي من خلالها عم ينقل الإعلام صدى الأرض ما عم تكون دقيقة 100%، لأنه مثل ما ذكرت الأكثرية الصامتة أعتقد جزء كتير كبير منها رح يكون تصويته للرئيس دونالد ترامب، وأيضا تجربة 2016 ممكن كتير تتكرر بال 2020، بأنه عم نشوف الرصد الإعلامي عم يعطي الصورة أنه بايدن واصل، ولكن على الأرض إذا بتكون على احتكاك مباشر مع الناس رح تشوف أنه في نسبة كتير كبيرة رح تصوت لترامب، والأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. يبدو وبحسب الأرقام سيحافظ ترامب على الولاية المجاورة لميشيغان ولاية أوهايو، ولذلك يضع الديمقراطيون أملا كبيرا في الجالية هنا للفوز في هذه الولاية المتأرجحة التي ستمهد الوصول إلى البيت الأبيض. يحاول المرشح الديمقراطي جو بايدن المحافظة على تقدمه في هذه الولاية كي لا يواجه سيناريو 2016 عبر القيام بعدة حملات انتخابية متواصلة في هذه الأثناء. من ديربور الأذرغام MTV.